المعرض السنه دي بالفعل دوره استثنائيه كمان شرفه سياده الرئيس وهو تحت رعايته. المعرض واحنا بنتكلم على 50 سنه معرض القاهره لواحد من اكبر او المعرض الاول على مستوى الشرق الاوسط، ثاني اكبر معرض في العالم بعد معرض فرانكفورت. المعرض السنه دي بيتميز ان احنا بدل ما كنا بنتكلم او بنقول احنا بنروح معارض بره في دول معينه، دول الخليج، دول اوروبا وغيره، ليه معرض القاهره ما يبقاش كده رغم ان هو الاول او اول معارض للانشاءات في المنطقه العربيه؟ النهارده المعرض في ثوبه الجديد وفي مركز مصر للمعارض على محور المشير، بالفعل الحمد لله يعني بتوفيق ربنا وجهود المخلصين كلهم من اعضاء اللجان، المعرض عامل حاله ابهار حتى عند مديرين المعارض اللي حضروا النهارده على مستوى العالم التلفزيون. حتى مديرين المعارض على مستوى العالم اللي كانوا مشاركين معانا النهارده واللي هيبداوا بكره الفعاليات البرنامج المهني. دكتور شوقي كانت اتفضل. الفعاليات دي هتلاقي حضرتك متوزعه على اكثر من مستوى، عندنا لقاءات فكريه مع اكبر المفكرين منهم فراس سواح الفكر السوري وابراهيم الكوني الروائي الليبي المعروف، وعندنا جندي فاسن ياما ممثلا للثقافه الافريقيه وهو واحد من اكبر الروائيين واخد جائزه افريقيا الكبرى، عندنا كمان لقاءات كثيره جدا فنيه مع فنانين، الفنان ليلى علوي هيتم تكريمها وهتعمل ورشه لمده 4 ساعات في قاعه السينما، الفنان وحيد الاستاذ وحيد حامد، الاستاذ الموسيقي الكبير الاستاذ راجح داوود، دول مع طبعا الفنانين صبري فواز وسلوى خطاب وغيرهم من الفنانين اللي هيشاركونا في قاعه السينما، عندنا تجارب مسرحيه موجوده في المعرض، اكثر من 12 مسرحيه هتعرض مجانا، وانا باكد على الموضوع مجانا ده يا فندم، لان كل انشطه المعرض بالفعل بما فيها عروض الاوبرا وعروض فرقه الموسيقى العربيه وعروض الباليه وغيرها هي أنشطة مجانية بتقدم لزوار المعرض مجانا. تذكرة المعرض عشان نأكد على ده 3 جنيه فقط لا غير. صحيح أنا لسه قايلة صح مظبوط. المعرض عشان نوصله في أكثر من 19 نقطة معلنة على صفحة رسمية للمعرض على صفحة فيسبوك بخريطة كاملة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية اللي بتنقل الزائرين من مركز مدينة نصر للمعارض القديم عن ب40 باص لحد الموقع الجديد في تلت ساعه، وعندنا كمان محافظه القاهره مخصصه اكثر من 19 خط بيقوموا بنقل الناس من مختلف مناطق القاهره بسعر التذكره من 2 جنيه و3 جنيه لحد اغلى سعر في ابعد مسافه 8 جنيه. دي خطه النقل للجمهور عشان الجمهور يطمن جدا ويكون مطلع على كل التفاصيل بدايه من الاسعار وحتى نقلهم لمكان المعرض. طيب خليني دكتور شوكت اسال حضرتك عن حاجه، لاول مره كمان بنشوف تضافر وتعاون وتنسيق ما بين كل الهيئات او الوزارات زي ما حضرتك قلت، وزاره الدفاع، القوات المسلحه، وزارة الثقافة، شفنا دكتورة إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة، وزارة النقل، وكمان وزارة الصحة، أول مرة بيكون في كمان اتفضل كمان في كمان المركز المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة اللي السنة دي بيقدم أنشطة متميزة جدا. طبعا في نسبة تخفيض لازم نقول للجميع إن أي حد من أصدقائنا أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة ليه أكثر من 35% ل 50% تخفيض على أي كتاب من أي دار نشر موجودة تتبع اتحاد ناشرين المصريين. ده جميل. لازم يتقال، وكمان طبعا في مترجمين لغه اشاره من مركز من مجلس قومي ذوي الاحتياجات الخاصه، وكمان في انشطه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه داخل انشطه الطفل دون تمييز للاطفال دول علشان يحسوا ان هم بالفعل جزء مننا واحنا صحيح جزء منهم. لازم يندمجوا مظبوط، وزي ما شفنا كمان احدى الفتيات اللي قصت الشريط مع سياده الرئيس كانت من ذوي الاحتياجات الخاصه، طبعا لفته رائعه. وحابب أكد بالمناسبة على كمان فكرة إن إحنا قدام معرض متميز جدا للطفل اسمه على مساحة 1000 متر، أنشطة للأطفال داخل سراي مؤمنة تماما، منها طيارة بتبرع مصر للطيران، مكتة طيارة الأطفال بيركبوا فيها ويعملوا إقلاع وهبوط ويمروا تجربة كأنهم راكبين طيارة بالظبط، زائد أنشطة في 5 مواقع تلوين وقص ولزق ورسم على الأسفلت وورش فنية وورش موسيقية للأطفال وعروض أراجوز وعروض مصر عرايس، وكمان عندنا للأطفال دول في معمول ورش حكي جاي فيها حكائين وحكاءات من سلطنة عمان ومن
البحرين ومن الامارات ومن فلسطين هيحكوا، بالاضافه لمؤلفين الكتب اللي بيدوا هدايا للاطفال من الكتب وبيحكوها لهم، الحواديت اللي في الكتب دي بيحكوها لهم داخل النشاط. ليه بنقول الاطفال بالذات؟ كمان عندنا في ارض المعارض الجديده اللي هي مصر المعارض، ايوه، اكثر من 6 مناطق العاب للاطفال، العاب سيفتي امنه تماما، مع منطقه لانتظار العائلات والجلوس، ده دول موجودين موفرين في ارض المعارض. فحابين نقول ودخول الاطفال مجانا لحد سن 10 سنوات، بالاضافه الى ان كل رحلات المدارس اللي هتم توجيهها بخطابات من مدارسها مختومه لمعرض الكتاب، هيخشوا الطلبه اللي فيها مجانا لارض المعارض. طيب دكتور شوكت، يعني ما شاء الله واضح ان السنه دي في مجهود كبير جدا، الاطفال فعالياتهم رائعه زي ما حضرتك ذكرتها، الدخول مجاني لحد سن 10 سنوات، وكمان الاهالي او العائلات حضراتكم بتيسروا وبتسهلوا عليهم عشان ما يكونوش تعبانين.